بحرب الرياض، صحفي بجريدة الاتحاد الاشتراكي، كاتب مهتم بالظاهرة الغوالية على الخصوص وبتراث المغربية بصفة عامة. سي محمد الباهري يستحق أكثر من تكريم. سي محمد الباهري هو يعد من رواد الأغنية الغوانية والأغنية التراثية بالمغرب، هو من مؤسسي مجموعة طيور الغربة مدينة مراكش، هو إلى جانب الأخ ديالو سي حميدة الباهري وسعيد بيروك فنانة المشاهب. لما انتقل إلى مدينة الدار البيضاء في أوائل السبعينات، يعني أسس مع إلى جانب المرحوم البختي والمرحوم الشريف المراني عازف المشاهب العازف الكبير، سو فرقة المشاهب الرائدة في تأسيسها الأول، أن كان هناك تأسيس ثاني بعد غادي يظهر سي محمد السوسدي الله يرحمه، سي محمد باطمة، سي حمادي وسي الشاذلي الفنانة الكبار المقتدرين الذين نعزهم كثيرا، وغيكملوا المشير أو غيعطيوا الإشعاع الذي كتستحقوا المشاهب. ولكن اللبنة الأولى كانت على يد سي محمد الباهري. أيضا سي محمد الباهري هو من مؤسسي فرقة الجواد، وكانت شاركت معهم وكانت لعبات معهم الفنانة القديرة سكينة فنانة جيل الجلالة. أيضا هو مؤسسي، وهذه هي الاكسبسيون اللي غادي يدير السي محمد الباهري والسي حميدة الباهري، هي أنهم غيأسسوا فرقة غوانية بالفتيات اسميتها بنات الغوان. يعني داروا أن الفتاة تغني تايا أغنية احتجاجية أو أغنية اللي كتمشي في مسار ديال الظاهرة الغوانية، وكانت هذه زعما يعني زعما نقطة إيجابية في مسارهم الفني لانفتاح على العنصر النسوي والأداء ديال العنصر النسوي. سي محمد الباهري هو صديق حميم كبير للفنان المرحوم بوجميع، لأن النادي ديال ناس الغوان والنادي ديال المشاهب ديك الساعة كانوا متقاربين، وكان سي محمد الباهري هو والأخ ديالو حميد الباهري كانوا كيباتوا مع بوجميع في سميتو، كان كيتعامل معهم بحال الإخوات ديالو الصغار، وهو بالمناسبة واللي سمى الفرقة ديالهم فرقة الجواد واللي سماهم الجواد. كانت ديك الساعة كانوا وقع شنآن مع السي البختي الله يرحمه وتفارقوا معاه وداك الشيء، ومشاو بلا ما يتخاصموا بلا ما والو، قال لهم بوجميع وانتوما ملي ما ساليتوا هذا الشيء بلا ما تخاصموا بلا ما والو، انتوما راكم ناس جواد اذا نسميوكم الجواد. هذا مشكل ديال المؤسسات. مؤسسات عندنا حنايا ما دايراش هي في حقيقه المؤسسات بحال وزاره الثقافه وغيرها من الوزارات او المؤسسات اللي تتعنى بالثقافه، خاصها دير واحد الجانب خاص، قسم خاص قبل الرواد، والاهتمام بهم والتعاطي معهم كليا بصفه يعني مستمره ودائمه. كاينه الوزاره اللي كتهتم بما يجري آنيا وحاليا وكذا ومستقبلا، ولكن واحد القسم يكون خاص بالرواد باش الشباب المغربي والاطفال المغاربه يتعرفوا على الرواد ديالهم ويتعرفوا على تاريخ ديال البلد ديالهم. ماشي دابا غادي نجي عند شاب انا يلاه عنده 20 عام غنقول ليه سمع من الباهري ما يعرفوش، نقدر نقول ليه العربي باطمه ما يعرفوش، نقدر نقول ليه بوجميع وما يعرفوش، نقدر نقول ليه محمد الحياني وما يعرفوش، نقدر نقول ليه احمد البيضاوي وما يعرفوش. ولكن هذا عيب ديال المؤسسات، لان ما خلاتش واحد الخيط ناظم تاريخي ناظم، وحنا راه اليوم كناكلوا عليه العصف في عده مجالات ثقافيه اللي كنلقاو بانه مثلا في الجزائر هما كيتقاسموا معنا كما اشرتوا سابقا الزملاء ديالكم، هما كيتقاسموا معنا فنون اللي هي مغربيه ولو كيتقاسموا معها فين ما بغينا نسجلوها في يعني في كتراث وطني، كيقول لك لا هادشي راه ديالنا. علاش؟ لان ما هادشي ما درناش ليه، ما صناهش كما يجب اننا خصنا نصونه، وما كايناش طريقه علميه عند الوزاره انها تهتم بالرواد ديالها كما كيديروا الاشقاء العرب الاخرين. شنو رايك في انا كنعتبر بان الشباب الان، الشباب اللي كاين الان في الساحه انا كنعتبره عنده كفاءه موسيقيه جيده جدا، هذه لا زعما يعني الشباب تبارك الله عليهم عندهم اسم. شنو ما عندش هاد الشباب؟ ما عندهمش تعطير، ما كاينش اللي قال لهم راه ها كيفاش كنديروا، راه يستحسن اننا نمشيو عند كاتب كلمات يعطينا كلمات، ونمشيو عند ملحن يعطينا ملحن، ونمشيو عند موزع موسيقي يعطينا. ولا الشاب هو كيعتمد على راسه،
إذن هذاك الاعتماد على بوحدك لابد ستخطئ وستصيب أو ستنتقي كلمات جيدة وأحيانا ستنتقي كلمات غير جيدة. ملي كتكون بوحدك بطبيعة الحال قالك اليد الوحيدة لا تصفق غير خاصة التأطير. شكون اللي غادي يدير التأطير؟ غادي يرجع معك عاوتاني دائما للمؤسسات الثقافية اللي خاصها تأطر هاد الشباب. لا اليوم لا دور لا دور الشباب كتلعب الدور ديالها، لا وزارة الثقافة كتلعب الدور ديالها. أنا ممكن دعموش الجمعيات اللي كتأطر لنا الشباب في هذا الباب، أن أغنية تقتضي كلام جميل، كتقتضي شعر، كتقتضي فن القول، كتقتضي هادشي. ما عارفينوش، ماشي ما عارفينوش الشباب، عارفينهم ما عندهمش الجهد، ما تعرفوش هما. كيقول أنا كنغني كيغني لراسو كيبرك في دارهم أو مع أصدقاء ديالو، هذا نقول لك من هنا نقول من هنا. يمكن كاين هاد العيب، ولكن ما كنعتبروش أنا عيب كبير عند الشباب، ولكن هذا عند المؤسسات. والمؤسسات راهينا ما كندويو معاهم مع هاد المؤسسه. مؤسسه انا زعما كتجيني من غير المعقول انني نكون مسؤول في واحد الوزاره او مسؤول في واحد المؤسسه ثقافيه وما ديرش لها استراتيجيه دائمه اللي كتسهل الامور. كما شرط بعض الزملاء قبل منكم انه راه اليوم تقدر ديري امتحان من شي موظف من الموظفين في وزاره الثقافه ومعهم ما عارفش هاد المعطيات مثلا اللي كنتذكروا اللي كيتذكروا فيها واحد المجموعه ديال وهذا عيب. هذا خطا كبير، لان وزاره الثقافه براسها ما عندهاش توثيق. الا مشيتي لوزاره الثقافه ما تلقايش توثيق، ما غاديش تلقاي توثيق ديال الاغاني اللي دازوا من الاستقلال، عمل الاستقلال، غير من الاستقلال الان ما غنلقاوش توثيق لا في الكتب لا في الموسيقى لا في كذا. إذن كيفاش بغيتي حتى هذا الموظف اللي هو شاب جديد جاي طموح يحب بلده يحب وطنه وكفاءة، راه سي نورمال ما غيكونش مسكين، عارف لأنه ما عارفش لأنه ما لقاش الوزارة ما دارتش الدور ديالها. هذا هو